السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. اهلا بيكم في قناة بيتي مملكة حياتي. لو اول مرة تشوفي القناة وعجبك المحتوى ياريت تعملي اشتراك ولايك، دوسي على الزرار الاحمر المكتوب عليه اشتراك وجنبيه زرار الجرس فعليه عشان يوصلك كل اللي بقدمه. السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. معاكم النهارده في قناة بيتي مملكة حياتي. النهارده ان شاء الله معايا فكرة كده جديدة قوي، فكرة حلوة هتنفعك في تنظيم رف التوابل. زي ما انتوا قريتوا كده في العنوان، لو عندك علبة لبن زي دي كده اهوت يا ريت ما ترميهاش. دلوقتي انا معايا علبة اللبن كده اهو، زي ما انتوا شايفين هي مستطيلة. اللي انا هعمله ان انا هفك الجناب دي كده وهقص الاتنين دول مش عايزاهم، وبعدين هخش بالمقص هقص كده برضو وهقص من الناحية دي. يبقى انا كده المربع اللي فوق ده انا مش عايزاه، هفتحها هتبقى بالطريقة دي بالشكل ده كده. شلت المربع اللي فوق، هغسلها من جوه حلو قوي وانضفها وهسيبها تنشف. هجيب اتنين هعمل فيهم نفس الطريقة دي نفس الموضوع ده. وبعدين هعمل ايه؟ الفكرة ان انا هروح دلوقتي، الفكرة ان انا هدخلهم في بعض كده من غير ما هقص من غير ما هعمل اي حاجة، هدخلهم في بعض كده. هدخلهم في بعض كده بالطريقة دي كده اهو. تنيت الجزء ده، يعني تنيتها لجوه سنة كده عشان تخش معايا مظبوط، وهزقهم كده جوه بعض كده. عملنا زي رف داخلي للرف بتاع التوابل، شايفين بيوسع معانا. ممكن على حسب بقى عرض الرف بتاعك، العرض بتاعه ممكن توسعيه كده وممكن تصغريه كده. هنقيس العرض بتاع الرف بتاعنا ونظبط عليه، وبعدين هنغلفه بستيكر. ممكن تغلفيه ممكن تسيبيه كده لو عايزه تنقليه من رف الرف والارفف مثلا مساحتها متغيره او عرضها مختلف. يعني ممكن نغلفه بستيكر زي ده كلنا عارفينه طبعا. هناخد المقاس وهنغلفه. هوريكم دلوقتي، قبل ما اغلفه هوريكم انا قصدي ايه، يعني يتعمل ازاي. هوريكم على الرف كده عملي. ده كده الرف بتاعي زي ما انتم شايفين، فضيته من كل التوابل اللي فيه. هجيب علبة اللبن اهو هحطها جوه كده، وهبتدي ارص التوابل او هبتدي ارص البطرمانات بتاعتي. هنحاول نحط الكبير جوه خالص اللي هو طويل، لو عندك مثلا مقاسات شوية كبير شوية صغير هنرصهم جوه كده. البطرمانات دي انا كنت عملت معاكم قبل كده تنظيف الرف بتاع التوابل وتزيين البطرمانات بتاعتي. لو حابين تشوفوها هسيبها لكم يعني ان شاء الله في صندوق الوصف كده. انا رتبت الايه البطرمانات الطويله شويه. هجيب الحاجات اللي هي قصيره وهحطها ايه قدام كده. كده هو بقى شكلها، بقى كأننا عملنا رف داخلي جوه الرف. وممكن الرف اللي احنا عملناه ده يبقوا اتنين فوق بعض. هتعملي نفس الطريقة كده هوت. علبتين اللبن دول هتجيبي علبتين تاني وتحطيهم فوقيهم بحيث يبقى علو الرف لحد هنا، وبعدين ترصي البطرمانات الكبيرة قوي فوق. هتبقى وصل لغاية فوق كده، وبعدين تعملي رف تاني هيبقى اقصر شوية زي اللي جوه ده. هيبقى قدام بقى شوية هتحطيه، وبعدين تحطي البطرمانات الصغيرة قدام خالص بحيث تبقي شايفة كل البطرمانات بتاعتك المكتوب عليها ايه، وتمدي ايدك على طول تطلعي علشان يعني يبقى مرتبين الرف بتاعنا. بصوا بقى معايا كده، انا جبت اهو اتنين تانيين غير اللي انا عملتهم في ضرفة التوابل، غلفتهم كده زي ما قلت لكم. ممكن تغلفيهم بعد ما تاخدي مقاس طبعا الرف بتاعك، وهاخدهم على الرف كده. خليكم معايا، الرف بتاعي اهو فرشته بنفس الايه الورق ده عشان يبقى كله شكل واحد، وهحطه في الاخر كده. هرتب عليه ايه بقى المره دي؟ هرتب عليه الكوبايات. القصير ورا والطويل قدام اهو بالطريقه دي كده. ايه رايكم كده في بالشكل ده؟ ممكن تعملي كمان او واحد تاني زي ده كده، يبقوا اتنين فوق بعض زي ما قلت لكم، واحد قدام
يبقى عندك 3 درجات جوه الرف بتاعك، وترص عليهم الكوبايات بقى براحتك وتبقي شايفة كل حاجة مظبوطة. دي كده كانت الفكرة بتاعتي علشان نرتب البطرمانات بتاعتنا وننظم رف التوابل بتاعنا. يا ريت الفكرة تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها يا رب، او تنفذوها وتقولوا رأيكم ايه في الكومنتات. هستناها، وما تنسوش تعملوا لايك لو عجبكم الفيديو، وتعملوا شير وسبسكرايب لو مش مشتركين، وفعلوا الجرس كمان عشان يوصلكوا كل اللي انا بقدمه. يلا سلام عليكم.